تمكن متسلقان امريكيان من تسلق قمه الكابيتان اطول واصعب جرف صخري في العالم ويقع الجرف الجرانيتي الذي يبلغ ارتفاعه تسعه او تسعمائه واربعه عشر مترا داخل محمية طبيعية في كاليفورنيا الأمريكية واعتمد كيفين جورجن وتومي جالويل طريقة التسلق الحر بأيديهما وبعض الحبال وقد أصيبا بعدد من الجراح ما اضطرهما إلى الاستراحة لبعض الوقت في خيمة صغيرة معلقة وكان المتسلقان حاول في عامي 2010 و2011 تسلق القمة لكنهما فشلا آنذاك في ذلك